مشاهدينا الكرام، إليكم آخر وأهم الأخبار. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في موازنة العام المالي المقبل بنسبة 30% باعتبارهما أولوية رئاسية لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري. وخلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير المالية، تم استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2024-2025 وأبرز مؤشراتها التي تستند إلى تحقيق معدل نمو قدره 4% من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فائض أولي قدره 3.5%. كما وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء الخدمة. أعلن الدفاع المدني اللبناني استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منشأة صحية في الهبارية جنوب لبنان. كانت طائرات الاحتلال قد قصفت فجر اليوم بالصواريخ مركز الجمعية الطبية في بلدة الهبارية، بينما توصلت اعتداءات الاحتلال على قرى لبنانية غرب مدينة بعلبك في البقاع شمال شرقي لبنان. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة. يأتي هذا في الوقت الذي اقتحمت فيه قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي غرب خان يوسف يونس واعتقلت كوادر طبية ونازحين بداخله وفي محيطه، كما شهد أيضا محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة اشتباكات وقصف مدفعي إسرائيلي، مما أسفر أيضا عن سقوط شهداء ومصابين. شهد معبر رفح عبور شاحنة مساعدات لغزة من الجانب المصري للجانب الفلسطيني ووصول مجموعة جديدة من الجرحى القادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية. أفادت إدارة معبر رفح أنه تم استقبال 42 مصابا وجريحا ومرافقيهم واستقبال 80 مصريا من المقيمين في غزة في طريقهم للعودة لمصر، ونحو 300 مسافرا من غزة و70 طالبا يدرسون خارج غزة. في حين سجلت حركة دخول شاحنة الأغذية والأدوية ومؤن منوعة إدخال نحو 200 شاحنة مساعدات من الجانب المصري للفلسطينيين. وزير الخارجية سامح شكري يؤكد مجددا التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية والرفض القاطع لخطط التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية. وخلال استقباله لوفد من حركة فتح الفلسطينية، شدد شكري على ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن والبناء عليه لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة لما بعد شهر رمضان. وزارة الخارجية الفلسطينية قالت إن إسرائيل تواصل تهيئة المناخ من أجل المضي قدما في مخططاتها لاجتياح رفح بريا، مع إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ربط تحقيق أهدافه بهذا الاجتياح. الخارجية الفلسطينية اعتبرت رد الفعل الإسرائيلي بمثابة تحد سافر لقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار، وأضافت أنه رغم الضغوط الدولية ضد إسرائيل لوقف إطلاق النار، لكنها تواصل عدوانها على رفح من خلال قصف الطائرات الحربية وقذائفها المدفعية وإعلان عزمها المضي قدما في خطة الاجتياح البري. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت أنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مواصلة العمل العسكري لتفكيك حماس. وأوضح جالانت أنه أكد للجانب الأمريكي أن إسرائيل لن توقف القتال في غزة حتى تعيد جميع المختطفين وتقضي على حماس، وعندها يكون الجيش الإسرائيلي قد أنهى مهمته. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تخلص بعد إلى تقييم نهائي حتى الآن يؤكد انتهاك إسرائيل قوانين الحرب الدولية، مضيفة أن التقييم لا زال مستمرا حتى هذه اللحظة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر أنه من المقرر أن تقدم الإدارة تقريرا إلى الكونغرس بحلول 8 مايو المقبل. هذا ويذكر أن الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بالالتزام بالقانون الدولي وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية. وأضاف أيضا ميلر أن تقييم مدى التزام الدول بالقانون الدولي الإنساني مستمر ولم تخلص واشنطن إلى نتيجة نهائية بعد. إلى هنا انتهى موجز الأخبار، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح البلد.